داره كاظم شنو اخباره كاظم شنو اخباره شطاكم سليماني شطاكم سليماني بكيتي الغدار صوت بعد مو هذا صوتكم هذا الظلم ما ينعاد كل احنا صرنا سجاد 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 حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع بآرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برامجنا واليوم نتمنى من السادة المشاهدين أن تكون الاتصالات بشكل مكثف علينا حتى نسمع أكبر قدر من الآراء في حلقة اليوم أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بينا على واحد من الأرقام التالية الأرقام اللي راح تشوفوها أسفل الشريط هنا راح تظهر بعد قليل عندكم رقمين مخصصات إلى داخل العراق عندكم ثلاث أرقام مخصصة لداخل العراق وخارج العراق وعندكم رقم واتساب ذني الرقمين مخصصات لداخل العراق من داخل الفاو تقدرون تتصلون بنا على أي رقم من ذني الرقمين بأي دقيقة من دقائق البرنامج أما الأرقام الثلاثة اللي راح تشوفوها هسه أسفل الشاشة ذني تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام من داخل العراق من خارج العراق على حد سواء فعندكم خمس أرقام بالنسبة إلى العراقيين داخل العراق خمس أرقام تقدرون تتصلون عليها أما الوطن العربي ودول الخارج تقدرون تتصلون على واحد من الثلاثة اللي طلعن قبل شوية أما فيما يخص هذا الرقم بس للرسائل آسف إذا ما أقدر أستقبل بأي اتصال آسف إذا ما أقدر أستقبل بأي رسالة صوتية فأتمنى تكون رسالة مكتوبة مطبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم الفيديو اللي شفتوه بالبداية هذا فيديو لوقفة للمتظاهرين فيما يخص المتظاهر المعتقل سجاد لكن موضوعنا هو مو التظاهرات أو المتظاهرين أو الانتهاكات الحكومية بخصوص المتظاهرين اليوم عندنا جرف الصخر هاي الحكومة اللي جتي واللي من المفترض أنه تقول أنه أنا جيت ويا المتظاهرين وأني من رحم الشعب وأني جاية حتى أنفذ رغبات الشعب حكومة مصطفى الكاظمي هو يتحكي أول ما يجي اليوم لجنة الزراعة النيابية قالت أكو جهات متنفذة طبعا الجهات المتنفذة ما تقدر تقول جهة معينة يعني عندك الدعوة وعندك التيار الحكمة وعندك التيار الصدري وعندك البدر وعندك العصايب وعندك كتائب ما أعرف منه وعندك سرايا ما أدري منه وعندك ميليشيا ما أدري منه وعندك حزب ما أدري منه قيامة الله لأن كل جهات متنفذة اليوم بالعراق هاي الجهات استولت على أراضي مملوكة لنازحين بمناطق جنوب بغداد وجرف الصخر شمال بابل يعني أكو ناس نزحوا من جرف الصخر موجودين بالشمال بالجنوب محافظة طلعوا خارج العراق بس هم نازحين من جرف الصخر اليوم هاي الجهات المتنفذة راحت استولت على قياعينهم يعني أكو هواية من فلاحين جرف الصخر ما بقت عنده قاع عضو اللجنة علي البدير يقول الهدف هاي عضو اللجنة النيابية للزراعة الهدف من وراء هذا الاستيلاء هو تحويل هاي الأراضي الزراعية إلى قطع سكنية والله هاي الحكومة راح تخبلني يعني الثروة الزراعية أو القطاع الزراعي بالعراق اليوم أرض زراعية هي العالم ودول العالم تحاول تفكر شلون تستصلح أرض الصحراء حتى تسويها أرض زراعية وبالعراق حكومات ما بعد 2003 دا تفكر شلون تبيع القطع الزراعية دا تبني عليها عمارات وبيوت ما أعرف بيا عقل دا يفكرون
فيقول يردون يحولوها إلى قطع سكنية وراها يبيعوها بطرق غير قانونية، وأنه أغلب المتجاوزين على الأراضي يا أما يتبعون جهات سياسية يا أما يتبعون جهات مسلحة، وهاي الجهتين تتصرف كأنما هي فوق القانون. أم عمار من القرمة ويانا، حياك الله يا أم عمار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي أنا الداعم المفقودين. نعم. أخي أنا عندي 5 مفقودين فقط قبل 2016-27-5. نعم. أريد أعرف وين وداهم، لي لحد هسه أنا إحنا ما داعي نعرف عنهم شيء، إحنا سلمنا على القوات الأمنية الحسيد وحزب الله وما قالت، وقالوا لنا عندكم حاسبة 3 أيام نجيب لكم إياهم، وهاي راح يصير 6 سنوات وإحنا ما نعرف عنهم أي شيء. أخي تسمعني؟ نعم. أيوة أنا أريد أعرف ظلمنا اللي سوى راحهم على مود إحنا سنة، يعني ما عندهم أي شيء، إحنا سلمنا على القوات الأمنية حتى نخلص داخلنا نرجع لمنطقة الشيتا، وهم أخذوهم لحد هسه أنا إحنا ما نعرف عندهم شيء. نعم. زين أختي العزيزة أم عمار، الخمس مفقودين اللي عندك هم ولدك؟ أيه ولدي 4 وزوجة 5. ولدك 4 وأبوهم؟ أيه. إيش قد مواليد أولادك الله يحفظهم؟ واحد مواليد 92 وواحد 94 وواحد مواليد 2001 وواحد 99. واحد 92 واحد 94 واحد 99 والرابع؟ واحد 2001. نعم. أيه. زين يعني بعدهم أكبرهم مداخل بالثلاثين، أختي من وين أخذوهم ويا أبوهم؟ من تحرير جوان السكير ما قالت ناقشون استقلاوية مستقلاوية. يعني جوكم للبيت اتلاقيت وياهم؟ لا احنا سلمنا عليهم الزحمة ونحسبهم قالوا لنا جيش وما اعرف شنو هي، وعزموا النسوان واحد والشباب واحد، قالوا لنا 3 أيام عندكم حاسبة ونجيب لكم اياهم للمخيمات. انتظرنا 3 أيام ماكو، هاي صار 6 سنوات احنا ننتظر ماكو اي شيء. يعني انتوا رحتوا عليهم مهزومين من الحرب وردتوا يعني ردتوا الجيش انه يحميكم، اخذوا ولدك وزوجك ايه. وما رجعوا لليوم وصار ايه. لهم ايه 5 سنوات. علينا قصف هواية، يلا يجينا الجيش حتى نسلم عليه ونقبر واحدنا، ونقبنا برواحتنا فهم مستقبلان نقص استقبال هواي، وقالونا 3 أيام عندكم حاسبة ونجيب لكم اياها من المقيم، وهاي صار 6 سنوات ما نعرف أي شيء عنها، وهسه جاي يقولون لنا سوون فايلات ما نوفوهم، قلنا لهم احنا ما نوفي، احنا نريد ظلمنا، لان ظلمنا ابرياء نريدهم، وين رحم بيهم؟ زين اختي بلا امر عليك، اللي كانوا واقفين بالطريق ورحتوا عليهم واخذوا ولدك وزوجك وقالوا لك ناخذهم ندقهم حاسبه ونستفسر منهم ونرجعهم، ما عرفتوا هاي الجهه منو؟ المن تابعه؟ اي احنا نعرف مع الملابس اللي لابسين، وبيهم حزب الله، بيهم شرطه اتحاديه، وبيهم حشد، وبيهم جيش، يعني هوايه مخلوطه يعني كانت. اي مخلوطين هوايه، قالوا لنا 3 أيام ندق حاسبه وننتظر لحد نفس انا واقف. تمام. وهسه جاي يجون داعيات يجون يقولون ظلمكم موجوده جت الصخر، احنا نريد ظلمنا على شنو نايمين على ظلمنا صار لهم 6 سنوات. نعم. صار لنا 6 سنوات احنا نريد ظلمنا، وين ودوها؟ نعم. يعني كلهم ابرياء، لا مسجلين لا فاي ولا فاي، احنا ظلمنا ابرياء ونريدها. نعم. احنا نطالب من الحكومه تسجلنا شوف وين ودوها. نعم. أي نعم أختي عزيزة، شكرا جزيلا لك. هادي من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي العزيز. الله يحفظ الله يحفظك على البرنامج، الله يسلمك أخوي. الله يسلمك أستاذ. بالنسبة اليوم وزير ال نعم يروح مال ضربة الطيران ونسمى الموت نسمى عندنا من إيران يعني؟ نعم. يعني والله العظيم يعني أنا مو موقف مو موقف
يعني من اشوف يعني ايش بيهم نايمين، ناس نايمه يعني لا نعم لا متى تعرفني بظن هذا على هذا الحال يعني لا متى يعني جاي اشوفه يعني ما معقول اليوم واحد يطلع يتكلم عن 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 يوم في الجهه بالعراق او ما لقى سياسي يسوي حوش شغله تفيد العراق بشغله بسيطه. اعتذر منك اخ هادي بس الكلام الكلام يعني. الكلام اخ هادي مو واضح كله، مدى اقدر افتهم كل شيء. يا جاي اتكلم وياك يا اخي الرعايه صار سنتين. الرعايه اي. كل ما نقدم ومن رفعوا ايه؟ اقول لك كل ما نقدم معامله ايه ورا سنتين راح دورناها لقيناها ضايع. اه ضيع. تمام. يعني تروح ما تلقاها. والله يعني العام كان بال 2020 راح نذر رمادي يعني عدوا بعدها الحكوميه تلقى طوابير الناس مع صاروا تقدم معامله ما الرعايه. يعني ايدك اكو ناتج ما تروح المعامل هيك ما يقدر البارح شاف ما اعرف وين والله اي تعرف في واحد العراق الى متى يظل على هذا الحال بس هذا البرنامج الرائع. شكرا شكرا لك اخ سعد اخ هادي. سعد من الكويت حياك الله. يا هلا بك يا استاذي، اولا نتمنى من رئيس البرلمان المحترم وكذلك المرجعيه السيستاني المحترم يتدخل بالموضوع، يعني عوده النازحين الى اوطانهم وكذلك عوده المهجرين وكذلك ايضا عوده المعتقلين والمحتجزين يا استاذي في المظاهرات السلميه. كذلك ايضا يا استاذي علينا ان نصبر ونحتسب وكذلك ايضا لا نتذمر ولا نتشائم يا استاذي. وايضا يا استاذي تحياتي لكل البرنامج الراقي وشكرا لك يا استاذي. شكرا يا شكرا لك اخ سعد. احمد من الانبار حياك الله. احمد من الانبار. سلام سلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. احييك واحيي القناه واحيي مشاهدي القناه سادي. حياك الله اخوي. استاذي الموضوع مال جرف الصخر. اي. استاذي موضوع جرف الصخر هو مو بيد الملف العراقي. بيد الملف الايراني بيد علي خامنئي. نعم. وهذا الشيء معروف عندك وعند العراقيين واليوم مو هم قضوا على السنه. على السنة قضوا اللي هجروهم واللي قتلوهم واللي جو سووهم جو وديهم. هسه بلشوا موضوع الشيعة. هم يقولون احنا جينا لانقاذ الشيعة من الظلم والاضطهاد. انظر ماذا فعلوا. كل من يقول لهم لا يقتلوه. اما موضوع جرف الصخر يا استاذي فهم من داعش وداعش منهم. وهذه مؤامره مال جرف الصخر ومؤامره هاي مال امرلي ومؤامره هاي مال كبتهم على الشمال. هم محددين المكانات كلها قالوا بتليفون تبون منا يطلعون منا. جرف الصخر هم رايدينه من زمان لان جرف الصخر مكان استراتيجي. تأيدني بهذا الكلام ما تتعرضني بهذا الكلام ما بكيفك. بس جرف الصخر بيد علي خامنئي او لا تصدقون ياخذون واحد الله اعلم يا اخي الله اعلم يخلونا على قيد الحياه. هم عندهم دينهم الخراب والتفليش وتآمروا علينا ويا الصهاينه ويا الامريكان. ويا اخي ارجوك لا تخلي اسمي او رقمي يطلع. الرقم ما يطلع اخوي العزيز. الرقم ما يطلع اخوي احمد. شكرا شكرا جزيلا لك اخ احمد. ابو سيف من محافظه الانبار حياك الله. الله يبارك. شلونك استاذ عمر؟ حبيب قلبي بخير. اناشد قناتكم المفضله، اناشد الحكومه، اناشد الحكومه. ولدي راحوا بسيطره الرزاق صار خمس سنين من 2016 وما فيهم الدنيا. كم واحد؟ والله سيف والله استاذي. شنو؟
اثنين راحوا اثنين بصدر الرزازه من 2016 وما ادري وين راح بيهم الدنيا. تعالوا عليهم تراهم هذول، تعالوا على جثتهم، تعالوا قفوا على جثتهم، تعالوا اريد لهم فديه. ما ولا ابدا ناشد قناه من فضل وصلون الصوت للشرف. نعم اي والله رحم الله والديك. ايش قد اعمارهم قل لي ابو سيف؟ واحد مولد 94 واحد 97. نعم اي والله صراحه من صيدله الرزازه. نعم اخوي من 2016 وما اجل الخيري رئيس الوزراء الامم المتحده حقوق الانسان وين راحت بيهم الدنيا بيهم. اي والله شكرا رحمه الله والديك سيدي. شكرا شكرا لك اخوي العزيز. بخصوص ام عمار يعني تقول انا عندي خمسه مفقودين، زوج واربعه ابناء. المشكله هي ذكرت مواليدهم 92 و94 و99 و2001، يعني هسه بال 2021 اعمارهم الكبير 29 سنه والصغير 19 سنه. لكن اذا نحسبها 6 سنوات قبل، الكبير مالتهم كان عمره 23 سنه واكو اثنين قصر، واحد كان عمره 16 والثاني عمره 13. وينهم؟ ما اعرف. ان شاء الله تلو خسه. اخونا ابو سيف يقول قضيه ولدي في سيطره الرزازه، عنده ولد 2-1 مواليد 94 يعني حاليا عمره 27، انفقد عمره 22 سنه، والاخ مواليد 97 يعني حاليا عمره 24 سنه وفقد عمره 19 سنه. 5 سنوات لا الاب لا الام لا الاخ لا الاخت لا الابن عم لا القرايب يعرفون ولدهم وين. هاي طامه كبرى. المهم نرجع الى قضيه جرف الصخر. البديري عضو لجنه الزراعه النيابيه يقول انه ملاك الاراضي الاصليين بمنطقه جرف الصخر ما راح يحصلون على حقوقهم نتيجه غياب الجهات القضائيه التي بامكانها محاسبه المتجاوزين. يعني السؤال اللي ينطرح هنا، انتم كلجنه برلمانيه ما الذي فعلتموه وما الذي قدمتموه الى الناس والاهالي في حال انك تقول انه الناس ما راح تحصل حقوقها والناس راح يفقدون كل شيء واحنا ما عندنا قضاء؟ انت وجودك شنو موجود انت اصلا؟ انت لما تطلع لي وتصرح لي بهذا التصريح، ابن جرف الصخر يعني راح يقول لك بارك الله بك وعيتني؟ بالعكس ابن جرف الصخر راح يقعد يبكي على حاله لان يقول لك انت وعيتني صحيح بس سديتها بوجهي، اللي صامتها للدنيا بوجهي. وبعدين ابن جرف الصخر ايش سوى على مود يضيع حقوقه؟ ترى هو عراقي، حاله حال البرلماني وقد يكون احسن لان ما اجى على ظهر الدبابه ولا نطى ولاء لغير بلد. حاله حال اي واحد بالميليشيات، اثنينهم عراقيين بس هذا ابن البلد وضاع ونداس بالرجلين، وذاك يقول اني ابن البلد بس ولاء لسليماني وخامنئي وغيره وغيره. مصادر صحفية تقول السلطات الحكومية فسخت عقود زراعية تعود لمهجرين من ناحية جرف الصخر شمال بابل. هاي المصادر نقلت عن مسؤول بمحافظة بابل انه فسخ عقود الفلاحين بجرف الصخر يعني فعليا سمعوا الطامة الكبرى منع عودتهم حتى لو فتحت المدينة مجددا امام عودة النازحين، لا سيما انه 80% من الناحية هي اراضي زراعية صرفة. هاي شو تحط الهواء الطيب؟ واحد يقول لك انتم مالكم حقوق، الثاني يقول لك حبيبي انت يا مالك الارض الزراعية خاف انت ارضك راحت واستولت عليها الميليشيات والاحزاب والكتل السياسية لا ترجع. هاي احنا نفهم من عندها مو بس منع عودتهم الى الناحية، هذا اللي دا يقول بي اخونا بالله هو مسؤول من المحافظة ما ذاكرين اسمه، اللي دا يقوله انه اذا رجعت احتمال يعتقلوك.
والله يعلم وين تصير، لأن اللي اعتقلوهم قبلك الله يعلم وين صاروا، لا أهلهم يندلوهم وين، ولا أبنائهم يعرفون بهم وين، ولا شافوهم ولا عرفوهم خبر. أم فرح من الفلوجة، حياك الله يا أم فرح. السلام عليكم أخويا. هلا بيك أختي. والله أنا عندي أخوان اثنين بالأحداث مالت الفلوجة يوم التظاهرة واثنين. نعم. من ظاهرنا احنا طلعنا نطالب بحقوقنا. يعني هم بال 2014؟ لا 2016 احنا طلعنا من الفلوجة اول ما صارت الاحداث، واخويا كان يشتغل كافتيريا بالحصوة بالنصر والسلام. وبعدين اخذوا جتي علي سيارة رصاصية، اول ما اخذوا قالوا علي احنا شوية خمس دقائق ونرجع لكم اياه، يشتغل بكافتيريا لا بيها ولا عليها. نعم. بعدين من راح اخذوا ظلينا ندورنا اثاري ماخذينا بيت بالحصوة بنفس المنطقة، حققون ويا 13 يوم احنا ما نعرف عنه كل شيء. وبعدين جايبينا الين باب مرته قايلين له احنا اذا ما توقع على هالوقت احنا مرتك هسه نختصبها ونطلعها قدامك. نعم. وبعدين اخذوا للمطار، ومن المطار عمت عين معذبينه وما معذبينه قبل السجن الناصريه، ومن سجن الناصريه لقيناه محكوم اعدام لا بيها ولا عليها، محطينه قضيه ارهاب. اول شيء قالين انت من الفلوجه، ثانيا انت سني، ثالثا انت جابعي، يعني ثلاث مصايب عليك ما تطلع منها نهائيا. ولا بيها ولا عليها الله وكيلك. والثاني عمت عيني همت على طريق اليوسفية اخذوا، ومن اخذوا قالوا لي انت منين، قالوا انا من الفلوجة، واخذوا لين شافوا جنسيته من اخذوا، وثاني لحد الان احنا ما ندري بيعيش ولا ميت، وكل واحد عنده ثلاث اطفال. والله العظيم وصار لنا اربع سنوات لا نعرفهم عايشين ولا ميتين، قسما بالله علينا امي كل النهار ميتة اليوم. لا اخوانك وش ما نسوي، وحمي ضابط والله العظيم وابن حمي ضابط قسما بالله كل شي ما نسوي. اخذوهم واخذوهم سيارة ما نعرف شنية، ها حكومة ميليشيا جيش ما نعرف. نعم. وهذا محكوم بالاعدام صار له اربع سنوات، نروح نزوره كل شهر كنا ساعة، صار له سنة من نزوره من وراء ضيم كورونا، هم مقفين الغياب وقالوا العفو للعد. وش اريد من قناتكم الموقرة شوفوا لنا حل لاخويا، والله العظيم والله العظيم احنا لا بيها ولا عليها، احنا الله وكيلك عم ضابط من زمن صدام قسما بالله العظيم. نعم شكرا. وريد من قناتكم الموقرة تشوفون شوف شنو مصيبته لحد الان، شو مسوي تراجعون باوراق. نعم شكرا شكرا لك ام فرح. عبد الواحد من جرف الصخر، حياك الله يا عبد الواحد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك يا اخي؟ انا اشكرك على هذا البرنامج الراقي. لا شكر على واجب اخوي العزيز، هذا واجبنا تجاه بلدنا وشعبنا. الله يحفظك يا حبيبي. احنا بالنسبه لنا المهجرين احنا تهجرنا من البدايه. نعم. ورحنا حاليا هسه ساكنين بالبصره، عندنا اقارب هناك. نعم. وما عرفنا شنو يعني شلون نرجع، مثلا اكو مثلا الدوله ترجعنا تخلينا هناك نبقى، احنا ما وصلنا حتى مصير بيتنا هسه ما ندري بيه بستاننا. نعم. نصيلي صوت التلفزيون اسمعني من التليفون احسن. ماشي. نعم. كل تعليمات ما عندنا، يعني اي خبر ما عندنا نسال جماعتنا اللي كانوا ويانا، نلقى نص من الانبار نص باربيل، يعني ما عندنا معلومه الناشد من ما ندري زين، واحنا باخير الجنوب هناك. نعم. نعم ابو استاذ عبد الواحد. اي والله الله يسلمك، فاحنا نريد توصل صوتنا.
من خلال قناتكم الكريمة شنو مصيرنا؟ نعم وصل صوتك إن شاء الله أخ عبد الواحد وسمعوك كل العالم وأكيد وصل إن شاء الله. أبو غالب من صلاح الدين حياك الله أخويا العزيز. السلام عليكم. تفضل غاتي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا من صلاح الدين قضاء بلد منطقة تل الذهب. من قضاء بلد منطقة وين؟ تل الذهب. تل الذهب حياك الله وحيا الله أهالي تل الذهب وقضاء بلد ومحافظة صلاح الدين ومحافظات العراق من زاخل الفاو. تفضل غاتي. ابني خذوه جوه ليش قال اريد ابنك. نعم. اريد ابنك. ها نعم. يا شكو هذه شنو الدار ها ورجع فيها ايه راحوا ودوا البلد للغضاء توقف مثل التوقيف هاي. نعم خلوهم من الشرطة غصبا عليهم وياي وياك خذوا المساجين كلهم ما فيها وحدة وحد هذا نعم انقطع الاتصال يا ابو غالب. شكرا شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. ابو سرور من الموصل حياك الله يا ابو سرور. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخ العزيز في خصوص الجناح ايه عندي ابن عمتي هو واخوه. نعم. جو على البيت اخذوهم. منو اجى؟ الشرطة. الشرطة زين. فبدنا تحقيق قتلوا اخوه. نعم. معنا فادي. وياك اخويا. فبدنا تحقيق قتلوا اخوه قدرت اعترف. لو نقلك حالك على فوق. نعم. قالهم شو تبيون اعترف بس لا تقتلوني. قال قول جاتني 300 وتعال الوقع. وابصم بالعشرة. نعم. الله شاهد الله شاهد الله شاهد على ما اقول. بريء بريء بريء. عندنا هاي الحكومة دمرت البلد. دمرت الوضع يعني شباب شنو يعني برقبت سبع نفرات جهالة والله العظيم تعقدون الله شاهد. الله شاهد على ما أقول تعقدون والعالم تصدق عليهم هو مهندس أبوهم مهندس يعني شو عندنا هاي الأطفال يعني هي هاي الحكومة العراقية مع الأسف والله. نعم. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الله نعم. مع الله عظيم إن شاء الله يا رب. نعم شكرا شكرا لك ابو سرور. ابو محمود من الرمادي حياك الله ابو محمود. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام غاتي. شلون الاخ العزيز؟ قول حبيبي شلونك شلون صحتك؟ هلا بيك اخوي. قول احنا نشكر قناتكم الشريفه. لا تشكر على واجب. ونشكر حضرتك الشريفه. لا شكر على واجب غاتي. اي رحم الله والديك. احنا اهل معتقلين الرزازه. اي اي فاحنا ضعنا ما ضايع وين يروح يقول يفتي يلزم القاع. فعم احنا استهنا رحم الله والديك. فاحنا نرجي من حضرتك انت اسال قبل شويه قال اهل المعتقلين دم يتصلون بينا. فانا جاي اتصل وياك هسه انا ما جاي احكي لك عن ولد اثنين انا جاي احكي لك عن 193 اسم. نعم. كنا من مكان من منطقه واحده. زين. ايه رحم الله والديك. فاحنا اسال انا تريد اقدر ادزك حتى الاسامي هسه الدوله تقول احنا ما ندري بهم شلون نطالنا اساميهم الدوله انا ما يدرون بلدنا وين ادزك القوائم مال الدوله القوائم انا مو ختم المحافظه مال الانبار مو قبول.
نعم. فاحنا نطلب من حضرتكم ومن قناتكم الشريفه تواصلونا يا اخويا، والله مثنى، والله يا اخويا مثنى، رحمت الله على والديك. نعم والديك الرحمه. يعني احنا شن طالب من اساعدنا شبك القرايه ما ساعدتك 193 اسم كلهم مقع مقع عليهم المحافظ وربع المحافظ كلهم من محافظه الانبار كلهم من نفس المحافظه ما بهم من قضاء. نعم نعم نعم. هسه اقول لك احنا ماشي، احنا وين نروح؟ انا المحافظ ما يضرب بلدنا، وقال احنا المحافظ يقول والله انا ما بيدي شيء، انا قاعد ورا كرسي، انت قاعد عجل خالي خيار خضره؟ يعني احنا ما صرنا نفتهم استاذ. الله يخليك، رحمه الله على والديك، نريد ولادنا، احنا نريد ولادنا، ما رايدين كل شيء. نعم رايدين ولادنا. الله يخليك، احنا وين ننتجه؟ خليج الناشد امريكا، الناشد اسرائيل، الناشد احد، احنا ولادنا تينا، ولادهم قاعدة بالمدارس ما عندهم امهات. الله يخليك استاذ ابن، وين نروح احنا؟ وين ننتج؟ علم ننتج، وين نروح؟ بس قول لي وين نفتح، بس فهمونا وين نطلع من قناتكم الشريفة، فهمونا عمي. قلت احنا القناة الشريفة، الناشد قناة شريفة، ما الناشد حكومة، الناشد قناة شريفة عمي. اتصلنا بالدول العالمية، اتصلنا بالدول العربية، احنا وين نروح؟ تهنا استاذنا الله يخليك، والله تهنا، ما ندري وين نمشي، وين نروح؟ يعني ما وين نروح؟ الناشد السعودية، الناشد الأردن، الناشد سوريا، الناشد إسرائيل، إسرائيل نتناشد بإسرائيل، نتناشد بإسرائيل يسوون حل. بعد ما الدول العربية فرد نوب، الدول العربية ما تسمعنا من هالمناشدة. الله أكبر، الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني وين نروح احنا؟ لا الدول العربية، لا شي، قطريين طلعوهم ما ضربوا لذنابهم عليهم. نعم. من جهة الفلوس بالطيارة، احنا من ندفع عم فلوس نبيع ملابسنا، نبيع هدومنا ونطلع. امرنا الله والباب. نعم. من يمكن طلعت من السليمانية الناشدة اهل المحتقلين، احنا 2500 من صلاح الدين والموصل والانبار. يعني وين احنا فينا؟ وين نروح؟ الله يخليك استاذ، الله يخليك، عروس جهالك ناشدنا الدول العالمية، ناشدونا ما بس ناشدونا. نعم. عروس نعم. جهالك وصل صوتك اخوي ابو محمود، لكن اخوي العزيز بس احب اقول لك شغله، شكرا جزيلا لاتصالك لنا برنامج صوتكم. يعني تتوقع الولايات المتحدة امريكا لو الكيان الصهيوني اللي هو اغتصب ارض اصلا، هو اصلا كيان محتل، تتوقع ذولا مهتمين اللي دي يصير بالعراق؟ ما هم سبب دمار هذا البلد، سبب دمار هذا البلد، وهم اللي اسسوا اللي دي يصير بهذا البلد، هم اللي حلوا الجيش، وهم اللي جابوا لنا الميليشيات الدمج، وهم اللي جابوا لنا ذولا من ظهر الدبابات، هم اللي سووا لنا الدستور، هم سووا كل هاي الامور، فتتوقع راح يحلوها هم؟ أم وسام من الطارمية حياك الله. يحييك يا أم، سلام عليكم. هلا بيك أمه، عليكم السلام والرحمة والإكرام. فدوة يعني ذو شنو دربهم الناس هاي دي يسكون هسه على ولدهم؟ يعني والله بوا عليهم، أنا أعصاب انهارت، انهارت أعصاب بعد ما أتحمل حتى قرار. يوم عندهم ذنب واحد بس. ما يعرفون بيهم. يوم عندهم. ما يعرفون بيهم، ليش هيجي؟ عندهم ذنب واحد بس يعني يمه. ليش تسووا بولدنا؟ ليش تحطمونا؟ نعم. حطموا حياتنا، ولدنا بالسجون، شنو ذنبهم؟ كل واحد 4 سنين وخمس سنين و15 سنة، شنو ذنبهم؟ يعني ليش يبدأ يسوون بينا؟ ما يقدرون يعني يحسون بينا، ما عندهم ولد، والله حرام عليهم، حرام عليهم. هذا الكاظم ما عنده، هذاك اللاخ ما عنده، برهم صالح ما عنده، الحلبوسي زين الحلبوسي، أنا بس من الحلبوسي ماخذ 2 اللي عندهم نسوان. بس من الحلم فقط يحلون اياها، فقط يقف ويانا، بس يقف ويا هذا وذاك، ليش ما يقفون ويانا؟ هاي ابني صار له 4 سنين بالسجن، شنو ذنبه طفل صغير؟ شنو ذنبه؟ والله يعني راح افقد عقلي من وراء هاي الشغله، راح افقد عقلي، شو يسوون بيهم؟ شردين بيهم؟ شو يسوون بيهم يعني؟ هسه ذاك اليوم يقول لك راح اعدم 340، ليش تعدمهم؟ هم راح افجروا لك، هو منكم وبيكم والأحزاب للفجير، بس انتم غايشين على هاي السوالف، سووا روحكم ما تدرون، بس هم يعرفون زين، يعرفون زين، ويكتون بشبابنا، ليش تجي يسوون بينا؟ نعم حرام عليهم، والله كرهت حتى نفسي، الراتب أجيبه أوزعه، أباك أجيبه أوزعه، المحامين هلسوني تهلس، هلسوني،
بعد إلما نحط ما تبقى رب العالمين بعدنا لو صعد له إذا يصعد كان صعدت له بس ما ينصعد ندعي له ليل ونهار نص الليل أقعد أدعي ثاني الليل أقعد أدعي ما يفيد لا. ما يفيد حتى رب العالمين قال ما يستجاب لنا لأن ما دا يشوف لا 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 ما ماكو رحمة مستحيل رب العالمين ما يستجيب لأحد شكرا شكرا لك ام وسام لاتصالك بينا بس اريد اقول لك شغله واحده سالتي سؤال قلتي شنو ذنب ذول الناس اللي هيجي قلوبها محروقه عندهم ذنب واحد بس اللي قلوبها محروقه ذنبهم انهم عراقيين ذنبهم انهم عراقيين فقط وسام عفوا سامي من بغداد حياك الله يا سامي استاذ تحياتي لحضرتك بنات القناه حياك الله والله مثل ما تفضلت أختي موسام صراحة يعني صدق شق قلوبنا على هذول الناس خطية يا أخي يعني والله أنا لوم هاي الطبقة السياسية السنية المفروض تخلي هذول السياسيين الشيعة يعبثون بالبلاد حتى ما يطولون رأسا الجسمة العالم الغربي يشوف إيش يسوون بالبلد وهذول جو يحصلون فتات منا ومنا وهذا ما يستحي المشهدان يطلع يقول هاي عين أما هاي جياتنا وهاي جياتكم وفرحانين بها يعني خزي وعار يا أخي أما السبب الرئيسي في الشكل حتى تطلع لي واحدة مثل هاي نصيف لو غيرها تحشي على الفساد هذا الحبيب عنده فساد وذاك فساد زين والبقية شو اسمه على مود حتى يتساهمون على أساس أنتوا تبغون وإحنا نبغى أي هالشكل بس المفروض هذول المفروض ما يقعدون معاهم زين يعني شنو ما كان عندهم رواتب دولة سابقا وهسه يريدون يحصلون رواتب اخرى وكلهم كانوا معلمين ومدرسين وهذا الحلبوسي كان يبعدهن ما شلون ما يعني ما تعجب يعني زين يبقى تقول لي شنو 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 ليش هيك ليش مناطقنا الغربيه هيك متدمره ليش شلون حقد هذا يا اخي شلون يعني دول عبالهم يعني هيك شكل راح تموت الشغله وكذا وهاي عبالهم يعني ما في انتقام وكذا وهاي محل والديهم هاي شلون شغله شو يعني وليه مال مخانيف زين انا دا اقول يبوقون المقاومه الحقيقيه اللي كانت بعد 2004 و5 وماكو جوان من تعرف انت القنوات هاي الخبيثه الاتجاه والعهد يطلعون فيديوهات مال المقاومه يخلوها ينسبوها للعصائب لو حزب الله انا دا اقول شغله يا استاذ أفل هذولا من هل 300 واحد داعش يجى مثلا زين وين المقاومه من 2004 2005 يعني شنو شتوا حصلتوا على اساس السيستاني ويسوي لكم شو اسمه هذا في سبيل حتى يسوون لكم شغله مثل الحرس الايراني يعني ما دا تعجب يعني وين بطولاتكم انتم تنتظرون الامريكان وبعدين سووا لكم غطاء وصرتوا هسه ابطال يا جبناء والله اكبر جبناء وانا ادعي لي النهار على هالمجرمين هذول وخاصه شوف يا اخي العزيز اخر كلمه شوف هذا المجرم المالكي زين ماكو سرطان هو حزب الدعوه وش اسمه وهاي دوله القانون سرطان بالبرلمان وين ماكو مكان قوي ويسد الفساد مخليه خلي هاي المجرمه عاليه صيف ومخلي هذا الصياد يفتر على القنوات على اساس الدنيا كلها يعني الناس بالقمر بالمريخ باقوا والمالك 8 سنوات كل شيء ما سوى ما في يوم طلعت لنا فد 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 فرق على هذولاك المجرمين وتحياتي لدارك نعم شكرا شكرا شكرا, شكرا لك محمد من كركوك حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام تحياتنا وتحيات أهل كركوك الطيبين على هذه القناة الشريفة وتحياتي إليك وتحيات العاملين في القناة وتحياتنا إلى كل المستمعين والمشاهدين والمشاركين في هذه القناة حياك أخويا تفضل أغاتي إحنا حكومتنا حكومة فاشلة وعنصرية على أبو أمريكا وأبو إيران هذا الحكومة العراقية كلها إيرانية وكلهم فاسدين وكلهم حراميه كلهم بياعين السبح والكرفس اجوا هسه صاروا حكومات سياسيه فاشله وعنصريه طائفيه صفويه قاموا يحكمون عظيم والله سبحانه وتعالى بس هو يحل الوحيد الله يحل مشكله العراق الفساد فساد وصل هذا الشعب العراقي المسكين المؤمن المسلم
اللي صار تحت سيطرة الفرس المجوس. هذول السياسيين، لولا السياسيين ما محروقة قلوبهم الشعب العراقي، لولا كلهم ضد الشعب العراقي. هذا مو سياسة ولا حكومات، هذا الحكومات المتعاقبة يدون ينهون هذا الشعب، يتعبون هذا الشعب. هذا الشعب العظيم، هذا الشعب العظيم بس الله إله، ما إلى أحد. نعم. والله نعم. سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين إن شاء الله. نعم. وينصرنا عليهم. شكرا، شكرا لك أخ محمد. أم حاتم من صلاح الدين، عذريني يا أم حاتم بس إذا أمكن على السريع لي عندي رسائل واتساب وراح يدركني الوقت، تفضلي. هلا بيك يما. أخويا أنا ناشد عن عطل عامل. ما شنو؟ أنا زوج مع أبوك زوجي كريم عارف ياسين. زين. ناس المواجهة يعني ما يعطونا مواجهة، ما يعطونا حال، يعني شلون يخلونا هيك؟ نعم. إيه مواجهة. هي مواجهة ما فعلي ما تجينا يعني ليش هالظلمات؟ نعم نعم وصل صوتك أختي أم حاتم، شكرا جزيلا لك لاتصالك بينا. يعني شوفوا الحال، يعني معتقل زوجها ما تقول أريد عفو عام، تقول بس أريد أشوفه. الله أكبر عليك يا الحكومة. أول رسالة وصلتنا اليوم في برنامج صوتكم، السلام عليكم أخي أفل. أخيك أبو نوفل من الأحواز، حياك الله أخوي العزيز. فرد معلومة أخبرك بها، شقيق حامد الجزائري إمام جماعة مال مدينة الصلبوخ التابعة للمحمرة، أخي العراق بس يضبط الحدود بينه وبين إيران هو راح يشوف الأمان، بس الكاظمي مو قدها اللي مو قادر على ضبط الحدود. وأني أشكركم ومعجب بيك وشكرا جزيلا لك. رسالة أخرى، أخويا وإن فرضنا التغيير، من يقول أنه الجدد رجال قد يكونون مثل صدام يقتلون ويحرقون العراق بحروب عبثية. صباح الخير ومساء الخير لقناة الرافدين وكادر المحترمين، سلامي لكل لكم جميعا. إذا هي أفلام وكاذب الكاظمي على القبض على قادة من تنظيم داعش لكي يبرئ نفسه من المسؤولين ويعزز نفسه على الكرسي، وإحنا ما نصدق بهذا الرجل لأنه فاسد وكذاب. رسالة أخرى، السلام عليكم، بكل اعتزاز مع شكر استلمت عدد أول لمجلة الإنسان النبيل، أنا الدكتور غالب العاني أحد المعجبين بقناتكم وأتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ، إيران وإسرائيل وأمريكا ومن لغة لفهم تآمروا على العراق بواسطة ضعاف النفوس من المحسوبين على العراق وشعبه من العراقيين فاقدين الغيرة والشرف والناموس، باعوا نفسهم لهؤلاء الأعداء شياطين الأرض لتدمير العراق وشعبه وهدر اقتصاده وطاقاته الإنتاجية وإبقاء العراق وشعبه ضعيف أمام إيران وإسرائيل، لكن إرادة الشعوب لا تقهر والنصر حليف الشعب العراقي والمستقبل يشهد على نصر العراق وشعبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أنا أخويا ولد أخويا أخذهم من تحرير الموصل والحدث، ما نعرف عنهم شيء، وين ما نروح ما ينطون الصدق، وين وعود مصطفى الكاظمي هسه قام ينقل سجناء؟ والله ولدنا قاعد تموت ألف مرة باليوم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. قال أبيض السجون، والله ما عدنا غير الله وهم، راح نموت من قهر عليهم أو طالب بالعفو العام. أختكم من بغداد، حياك الله أختنا. العراق لابد له من طرد الحرامية والعملاء، الثورة بالصبر والتوكل على الله تنتصر، أتمنى أن ترجع إلي الله إلنا دعاء والصلاة والاستغفار لرب العالمين ودعوة إلي الله والتوكل عليه وتكون كتلة واحدة ضد المجرمين. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ أنا أم محمد ابن أنبار، نطالب الحكومة العراقية بالإفراج عن المعتقلين المظلومين. أنا ابني صار سنة وست شهور ما أدري عنه أي شيء، شنو ذنب أولادنا يصير بهم هيك؟ نخلي محامي يطلب 15 دفتر، الله يقبلها، هم أولادنا ونشتري لهم شراية منهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم أستاذ أفل المحترم، إذا أمريكا الملعونة وإيران طابة بالعراق طول عرض، يعني شغلة العراق مليوصة، وأي دور ما يسمى الحكومة لا يوجد مع الأسف. حق العراق وين يا الأحزاب؟ أنتم دمرتوا العراق وبعدين شنو هدفكم أكثر من هذا؟ أخويا خلي السياسيين يضربون السنة كيمياوي ويخلصونا من هالعيشة اللي احنا عايشينها. مساء الخير أستاذ، طالبونا بالمغيبين إن شاء الله. أخويا العزيز والله يا أخويا ماكو فايدة وياهم، ذول الحكومة ظالمة والأحزاب فازدة، الله ينتقم منهم، دمروا العراق.
ألف رحمة على روحك صدام حسين أبو دليم من الرمادي. المشكلة اللي دا تصير هسه يعني هاي القرار اللي صار بالأخير في ما يخص جرف الصخر، صادروا أراضي وديردون يبيعوها وديردون يحولوها إلى أراضي سكنية وعقارية ويردون يسووها عمارات ويردون يسوون كل اللي يسووه. تعرفون أنتم الهدف من عنده شنو؟ هو الهدف مو ما يرجع أهل المنطقة إلى جرف الصخر، هو حتى يعبي جوبه بالزايد. ليش؟ يقول لك أكو جياعين وعندي فرصة أنه أسوي لي مصيبة بهالناس أكثر من المصايب اللي هم مصابين بها. اتهجروا وطلعوا ودمرت بيوتهم وانقتل من قتل من عندهم واعتقل من اعتقل من عندهم. قال لك شبقه خلى اخذ اراضيهم باكر عقبه ياخذ بيوتهم وراها يقول لهم ما لكم قاعده بهالبلد هذا. اليوم اصبح العراقي بالبلد مو عراقي، واصبح العراقي بالبلد اجنبي، ومليون متقاعد بدائره التقاعد ايراني مع الاسف. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده من برنامج صوتكم بنفس الموعد ان شاء الله باكر. في امان الله.